رمان مدرب المنتخب الجزائري اللي يلعب بتشكيلة الضم لحراسة المرمى ماستياس حماش، لحراسة المرمى يونس بداني وعبد الحق بن يدر ومحمد عبد المجيب مسلم أناتوف دافع المنتخب المغربي وكابتن المنتخب المغربي. مباراة وصراع كبير في ديربي مغاربي ما بين الأشقاء المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي في نهائي في هذا اللقاء. كرة تعود لصالح المنتخب الجزائري، هذا بن يدر لاعب ومدافع المنتخب الجزائري. عبد الحق اللي سيكون مسك الختام لبطولة كأس العرب، وسنتعرف للمنتخب الجزائري اللي يحاول إبعاد الكرة. التشتيت عادت للمغرب على مرمى الجزائر، تعود من جديد الدفاعات، عملية تمرير عن طريق استياس حماش اللي يلعب في مونتريال الكندي. كرة الأمام لصالح المنتخب كأس العرب للناشئين، كرة عالية الأمام بعاد من دفاعات المغرب. أول في هذا اللقاء، كرة وصول إلى هدف أول في هذا اللقاء، هدف أول في هذا اللقاء، كرة عالية الأمام دفاع نهائي دون الاحتكام إلى الركلات الجزاء الترجيحية في ركلة مرمى المغرب. تنفذ ركلة المرمى مروان بياض، خذوا هات ناقلها لاعبي ركلات الجزاء الترجيحية. طبعا حديث مبكر عن الركلات الجزاء الترجيحية يعول تماما المنتخب الجزائري على الحارس ماستياس لأنه تألق. هجوم الآن للمغرب، ممكن الآن المغرب التسديد على المرمى والمطالبة بجهة اليسار بن يدر، ينقل الوسط بن يدر يريد أن ينقل اللقب من الجزائر إلى المغرب لإسعاد الجماهير المغربية. إذا صافرة حكم اللقاء تنفذ الرمية الجانبية، كرة عالية الأمام، وهذا رشيدي حاول يمر بينه وبين اللاعب عبد الحق بن يدر، محمد بن يدر. مباراة العودة لنتيجة المباراة على الأقل في هذه الدقائق يعدل النتيجة وتقام هذا العام صلاة وكأس العرب للشباب والآن كأس العرب للناشئين هذه المرة في الجزائر. كرة النقل أيضا الثانية أيضا في أرض ما بين المغرب والجزائر، هجوم الآن لصالح المنتخب المغربي على مرمى المنتخب الجزائري عن طريق الجانب الأيسر، وهذا صاحب هدف المباراة الوحيد محمد رشيد ناجح لمدرب المنتخب المغربي سعيد شيبو. وسعيد شيبو لحد الآن هو السعيد بهذه النتيجة مدرب المغرب. نتيجة مغرب استغل إحدى الكرات المرتدة ممكن يسجل هدف آخر وخلاص يذهب هذه الدقائق الأخيرة وستكون مثيرة للجزائر لو عدلت النتيجة. دقائق الأخيرة ستكون مثيرة للجزائر لو عدلت النتيجة أمام المغرب والذهاب. تعود للوسط، هناك خطأ، خطأ في منتصف قناة الرياضية العراقية والنقل المباشر.